هذا النشيد تاع العالم شيخ فيه شرك شيخ والله قسما بالنازلات شيخ ها؟ قسم بغير الله قسم قسما بالنازلات نشيدنا الوطني شيخ الجزائري تاع العالم شيخنا ومفروض على الشباب في المدارس ايوه من اول ما يقفون على العلم ايوه ياتون بهذا النشيد قسما بالنازلات الماحقات الطيارات هذا لا يجوز ولا يجوز تحية العلم بهذا بحال من الاحوال فإن القسم لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى والقسم بالطيارات طيب ولا راحت الطيارات بماذا يقسم سبحان الله هذا لا يجوز هذا شرك بالله جل وعلا من كان حالفا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليحلف بالله أو ليصمت لا تحلفوا بآبائكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأمهاتكم فلا يجوز بمثل هذا بحال من الأحوال وله أن يتأخر ويصبر على الأذى ولو فصل في مثل هذا فهو إن شاء الله على خير ولو فصل من الدراسة في مثل هذا فهو إن شاء الله على خير.